تتميز محافظة المهرة بثروتها السمكية الوفيرة والتي تشكل مصدر دخل مهم لآلاف اليمنيين، ويرجع ذلك إلى سواحلها الطويلة والنظام البيئي البحري المتنوع. وتعد مياهها النقية موطنا لمجموعة متنوعة من الأسماك، منها سمك الجحش والشروخ والديرك والسردين وسمك التونة، الأمر الذي جعل منها أرضا رئيسية لصيد الأسماك لأبناء المهرة والوافدين من المحافظات اليمنية الأخرى. من 95 أنا في المهرة، والآن يعني نشتغل لنا نحصل شغل كذا، بعض الأحيان نطلع مع أصحابنا في البحر، يعني صعوبات كذا تلاقي شوية، حين تحصل صيد، حين يعني تحصل صيد يقطع عليك من بعض الصيد، يأكل بعضها البعض، كسوس هذا يأكل عليك، خارج منطقة رزقك، مصدر رزقك يخرج ضعيف، يعني وأيام الموسم ربك يجيب، لكن مش ما فيش مواسم حق الصيد يكون صغير وكذا، يعني ما يمدي يعني صيد أنتي كثير بسرعة، لا درجات بعد درجات، وأنا عايش الحمد لله دخول أصحابنا ونخرج معهم رزق. صعوبة شوية في الموج لما يكون دافر مع الدخول حق الواحد يدخل البحر، صعوب عليه في الطرح يعني مع المواج كده. تتمتع محافظة المهرة بسواحلها الطويلة التي تمتد لأكثر من 500 كيلومتر، ويعمل في سواحلها أكثر من 10,000 صياد من أبناء المهرة ومختلف المحافظات اليمنية. ومع ذلك يواجه الصيادون تحديات تقوض قدرتهم على الحفاظ على مصدر عيشهم، منها غياب موانع الإنزال السمكي ومصانع تعبية وتغليف الأسماك، بالإضافة إلى انخفاض مخزون الأسماك بفعل الاصطياد الجائر من قبل السفن التي تجرف الأسماك الصغيرة والكبيرة على حد سواء. هذا الشرطوان يجرف أي حاجة في البحر، السمك الصغير واللي ما يقبله، ونحن معنا صغار القوارب صغار، حد ما تشوفوا لا قدام عيونكم، واحد معاه لا صخوة صخوتين، خمسة صخاوي، عشر صخاوي، إذا جاء هذا الشرطوان يجرف أي حاجة، حتى الصخاوي يكسرهم معه، ونعاني من هذا أصحاب الأشباك أكثرتهم اللي يجرفوا بالليل. مشاكل تعترض الصيادين وخاصة الصيد الجائر، ونحن محليا نسميه الشرطوانات أو الجرف العشوائي. هذا الجرف العشوائي يقوم بها أشخاص معدودين يأثرون على الثروة السمكية بشكل عام وعلى رزق الصياد، فهذا الأضرار تتمثل في قطع رزق الصياد. ويلعب قطاع صيد الأسماك في المهرة دورا محوريا في الاقتصاد المحلي، حيث يتم نقل وتصدير الأسماك إلى مختلف المحافظات اليمنية ودول الجوار. ووفقا للهيئة العامة للمصائد السمكية في المحافظة، تنتج المهرة 700,000 طن سنويا من الأسماك، وبلغ إجمالي الصادرات السمكية للعام الماضي 40 مليار ريال وفقا للهيئة. تشكل المهرة المصدر الأول للثروة السمكية التي تعد أحد ركائز الأمن الغذائي في البلاد، إلا أن هناك تحديات تواجه هذه الثروة، أبرزها الصيد الجائر الذي يشكل خطرا على مختلف الأحياء البحرية. لقناة اليمن اليوم، فؤاد المجيدي، محافظة المهرة.